الهدف منه إشهار مشروع وعمل لمشروع إن شاء الله أنه يكون مفيد، مفيد للعقبة أول شيء، بعدين مفيد للبلد كله، لأنه راح يكون بايلوت. يعني إدارة البيئية كما نعلمها إحنا في إدامة هي قضية مرتبطة بطاقة نظيفة، مياه نظيفة، وبيئة نظيفة. وبالتالي حتى الكلايمت تشينج اللي بنحكي عنه وتغييراته من مداخلها للأسف في بلدنا بدأنا نهمل موضوع الريسايكلينج أو إعادة التدوير للقمامة، وبدأت تأخذ منحة خطير. نأمل إن شاء الله أن مشروع إدامة هذا يخلق فرص عمل للشباب في العقبة، وفي نفس الوقت يحمي بيئتنا. هذا المشروع هو أحد المشاريع الجيدة حقيقة اللي تم اختيارها، أحد المشاريع الاستراتيجية الجيدة اللي تم اختيارها من أصل 23 مشروع استراتيجي، وهو ممول من قبل الاتحاد الأوروبي. مشروع التدوير الدائري اللي بتقوم فيه إدامة بالتعاون مع الجامعة الألمانية ومؤسسات المجتمع المدني هو عبارة عن تدريب وتأهيل 50 شاب وشابة، ومن ثم توظيفهم بالتعامل مع النفايات الفندقية بطريقة بيئية نظيفة ودائرية، وليست طريقة التراكم والزبالة والقمامة القذرة. هو مشروع بيئي صرف، ونشكر سلطة العقبة على تعاوننا معها والمؤسسات الفندقية والاتحاد الأوروبي اللي بدعم هذا المشروع. هدفت ورشتنا اليوم إلى إطلاق مشروع جديد ممول من الاتحاد الأوروبي من مبادرة ENI CBC Med، والهدف منها هي إدخال النظام أو الاقتصاد الدائري في العملية الاقتصادية في العقبة بشكل خصوصي، وأيضا ممكن استخدام مبادرة وتطويرها إلى إيصالها إلى مناطق مختلفة من المملكة بالشراكة مع عدة دول طبعا أوروبية. مشروع سيركلز مبني على 4 محركات. الهدف الأول منه اللي هو تبني فكرة الاقتصاد الدائري أو السيركلر إيكونومي، الدمج الاجتماعي، وحتى نوصل لنتائج منها خلق فرص عمل لمجموعات أكثر تأثر بالمجتمع المدني، وأيضاً إنه نغذي قطاع تدوير النفايات الغذائية من مؤسسات وجوانب مختلفة اللي هي مثلاً الأوتيلات أو المطاعم، لخلق أفكار جديدة في التعاطي مع هذه النفايات.